انا فاصوليا بيضه، عندي بيض الحكميه اللي انت عايزاها، عصير الطماطم اللي انا حطاه على النار يتقل شويه، وهنعملها بالسمنه بقى، نعمل معلقه سمنه، بصل، فلفل حامي لو انت عايزه، مش عايزه يبقى فلفل رومي، وتوم. تمام كده، انا حاطه طماطم دلوقتي لسه شويه، سيبها تتقل حبه، انا مش هسبكها قوي قوي بس هتقلها شويه. اجيب بس البيض ابدا اضربه، بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل خمس ست بيضات، ده هيبقى عارفين ده حاجه هتبقى ايه، شبيهه بالعجه برضو. واحد قال لي ده احنا مفتقدين العجه اللي كنا بنعملها زمان، محدش بيعملها. قلت بس كده احنا هنهريكوا عجه. العجه من الحاجات الجميله جدا يعني. اجيب بس شويه ملح وفلفل، بسم الله الرحمن الرحيم. انها ممكن انا اعمل وصفه كلها احطها في الصينيه وابدا اطقش عليه البيض اعمله عيون، بس يعني انا كده احلى. البيض اللي بعمله عيون جوه قبل كده عملتها، مش عارفه بحس تبقى قفشه كده لوحدها والباقي سايب، فانا عايزاه كله يبقى ماسك بعضه. طبعا زي ما انت عايزه، لو انت عايزه تعملي البيض عيون جوه الصينيه اعمليها، عايزه تعمليها زي ما انا هعملها كده، او اعمليها مره كده ومره كده وشوفي اللي يعجبك بقى ايه اشتغلي بيه. معانا سهام، اهلا وسهلا. صباح الخير يا نوجة. يا صباح الفل، ازي حضرتك؟ ازي حبيبتك؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله، ازيك انت؟ انا وانت طيبه. وانت طيبه، ربنا يخليكي. انت ايه اخبارك؟ انت اخبارك ايه يا نوجة؟ ما سمعتكيش امبارح. يا اهلا وسهلا، الحمد لله، والله الحمد لله يا حبيبتي. يا رب يخليك يا نوجة ويكفيك شر المرض. احنا وانت يا رب يا حبيبتي. اموريني، ليك اي سؤال؟ لا يا رب. بقول لك ايه يا نوجة، اتفضلي. ينفع البيض ده يتعمل على السبانخ؟ اه طبعا، بستوي السبانخ برضو. يبقى برضو مستوية؟ اه يعني سخن برضو. اعمليها كده مع هي في وصفه اصلا كده، بنطبخ السبانخ عادي خالص بالطماطم وبعدين نعملها مع البيض في الصينيه. دي برضو وصفه تانية، دي تبقى تاني يوم بناكل فيها السبانخ. ماشي، شكرا ليكي. انا هحط معلقه سمنه كده مع عصير الطماطم، هنزل بقى البصله المبشوره والثوم المفروم، يعني قولي كده ده اربع خمس فصوص من الثوم، الفلفل الحامي طبعا الكميه اللي انت عايزاها بقى، قليل او كتير زي ما انت عايزه. ماشي، هي كده خدت ايه، تقلت ازاي؟ تقلت، خدت نص تسبيكه، هشيلها بس من على النار بقى كده. وطبعا عشان الحكايه تبقى بسرعه معاكي، لما تيجي تعصري الطماطم اعصريها تقيله، ما تحطيش فيها ميه كتير. احط بقى كده، دي فاصوليا بره النار اهي، دي مسلوقه طبعا، فمش محتاجه ان انا احطها على النار تاني، واقلبها كده مع الطماطم اللي تقلتها شويه مع بصل وتوم وفلفل حامي او رومي زي ما انتوا عايزين، قليل مش كتير. البيض المربوب، عايزه عليه كده، بسم الله. طبعا كده بردت الصلصه بالفاصوليا. برضو الوصفه دي على فكره تليق قوي مع فاصوليا تكون بايته عندك، يعني انت طبختي فاصوليا النهارده اهو، وبكره مش عارفه تعملي ايه وزايد معايا فاصوليا، دي ممكن اعملها بيها حلوه جدا جدا جدا، واتاكل كلها بقى يعني مش هيفضل فيها حاجه. هجيب كده بس معلقه سمنه ادهن بيها الصينيه. شفت الاكله السريعه جدا دي؟ سهله قوي قوي قوي. حاضر، هنطلع دوت ونطلع فاصل. اهو اهو خلاص اهو، وهدخلها الفرن.